الانتخابات المجلس البلدي مسلته على أبواب الانتخابات، ونحن كمجلس بلدي سابق حقيقة سئمنا ومللنا وطال الزمن في وجودنا، فأتمنى من مواطني مسلته أن يعني يقوموا بالتسجيل. التسجيل لحد الآن ضعيف حسب ما يعلن من اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي، فأتمنى من الناس أن هي تسارع بالانتخابات لتنتخب وتفرز مجلس بلدي فعال. احنا نتعاون مع اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بسلاتها بقدر الإمكان حسب الإمكانيات المتاحة، وتواصلنا والآن عندهم مقر في الصقور أو في مدرسة الجيزة، مدرسة الجيزة الثانوية. أي شيء بإمكاننا يطلب منا احنا مستعدين، طلبوا منا أثاث وعدناهم ان مكاتب يعني لتسير عملهم بإذن الله، مش هنبخل معهم ونقف معهم، ونتمنى التوفيق واللي بنحث عليها أكثر. والناس كانت ربما معتقدة أن تسجيل سنة 2014 هو ساري، لا ما هو ساري، تسجيل جديد، فعلى المواطنين أنهم يعني يقوموا بعملية التسجيل عن طريق الرسائل الإلكترونية اللي هي موجودة، حتى يشارك. عدد سكان مدينة مسلاتة يتجاوز 120,000، لحد الآن حسب معلوماتي لم يتجاوز التسجيل 10,000، فنطلب من المواطنين الإسراع في التسجيل لممارسة حقهم الانتخابي وإفراز مجلس بلدي فعال.